مكان حكم لقاء عباس ابراهيم. نهاية المباراة بفوز الفريق المتحاوي، يستمر الفتح بدون اي خسارة ويعود الى الصدارة مع هذه الجماهير السعيدة جدا. مشاهدينا الكرام، اتمنى ان اكون قد وفقت في هذه المباراة ولرضاكم ايضا. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، مزيدا هناك من السد التحليلي، ولكن قبل ذلك راح يكون معنا الزملاء بدر رافع وبدر عزمان. مشاهدينا وايضا في السد التحليلي فهد الدريم، الدكتور مدني رحمي مدني رحيمي، وايضا الكابتن زكي الصالح. تقبلوا تحيات معلقكم يوسف السلطان، الى القاكم ان شاء الله في اللقاءات القادمه، لكم مني اجمل تحيه.